السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا يعرف الديناصور، والديناصور ده كان فيه منه أكلات لحوم وأكلات نبات، ولذلك اختفى الديناصور واختفت الحيوانات الضخمة دي بسبب ايه؟ اللي هي الضخامة والعملاقة بسبب ايه؟ لأنها تحتاج، أولا هي بطيئة في الحركة، فطبعا عشان ايه تقدر تهرب او كذا، فمحتاجة لسرعة ونشاط وحركة، وده مش موجود فيها. كمان انها بتحتاج لكميات كبيرة من الغذاء، وقد لا يتوفر هذا الغذاء او هذه الكمية في بعض الاوقات، ولذلك بدأ الديناصورات تختفي من على سطح الارض. والديناصورات بعديها بدأت ايه تظهر عندنا حاليا، اللي هي الحيوانات الضخمة المعروفة زي الجاموس البري والخرتيت ووحيد القرن وفرس النهر والفيلة، أكبر شيء في الحيوانات، وأضخمها اللي هي الحيوانات البحرية، وأضخم حاجة في الحيوانات البحرية اللي هو الحوت. والحوت عندنا نوعين مهمين جدا وهم من الضخامة برضو، فعندنا الحوت الأزرق. فالحوت الأزرق بيصل طوله إلى 30 متر، وبيعتبر حوت عملاق، وكذلك حوت العنبر اللي بيستخرج منه العنبر برضو من الحيتان الضخمة الكبيرة، ويصل طول حوت العنبر ل23 متر، لكن وزن الحوت بيصل ل150 طن، بينما أكبر فيل بيبقى وزنه 6 طن. يعني معناه إن الحوت بيصل وزنه لعدد 25 طن، 25 حوت من الحوت الأزرق أو من حوت العنبر. فدي معلومة حبيت أتكلم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، والسلام.